السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد بملعب الهداف، وهنا خالد بن سنتر وبيدي كورة الأمير، وأمير كالعادة بيحط ركبته بيلبسها اللمسة الجميلة بتاعته، بيديها لياسر، وياسر بيبص قدام ولسه بيسخن، وعبد الرحمن داخل عليه وبيأمن، وهنا ياسر فتح وبيدي كورة لخالد، وعبد الرحمن بيطلع في الوقت المناسب والكورة بتنط تفط وتنط تفط وترجع لياسر، وياسر رجله تقلش من الكورة، وزياد بيبصيها لعبد الرحمن والكورة بتطلع برا. هنا علي بيلعبها على طول ورجله بتشوط في الكورة والكورة بتتشط من رجله، وهنا ياسر ماسك الكورة وبيقول عايز منفذ وشوط للجول وتيجي ظهر احمد وتل تطلع بره. عبد الرحمن بيطلع في الوقت المناسب وبيسيب الكره لعلي والكره بتطلع بره. علي بيلعب التماس وزياد بيصدها وخالد بيجري عليها وبيطلع الكره فاول. بره بيلعب العرضيه وبتيجي في دماغ ياسر وتقلش، ما ثبتش دماغه الصح ويضيع فرصه اكيده. وعبد الرحمن مع الكوره، وعبد الرحمن هنا حارس ومسك الكوره وسابها تنط بعد البنطلون وبيقول لها وعد فطي، وبيرقص خالد وبيديها لاحمد، واحمد هوبا خالد بيشطها من رجله بلطم عشان الكوره ما دخلتش الجول. عبد الرحمن بيطلع ويفوت وبيفوت وبيطلع، وعلي بيجي وبرقص كالعاده، وخالد بيشده وبيطلع قدام بيسبقه ويرجع تاني يفوت من عبد الرحمن، وهاجم وهجمه مرتده ومرتده الهجمه، وعلي بتفوت منه بيشطها اي كلام، الكوره بتطلع اوت. وطبعا زياد قدامه بيحاول يصدها مش بيعرف، والكوره بتطلع اوت. عبد الرحمن ماسك الكوره وطالع وبيرقص وكالعاده ما بيبصيش الا قدام. هنا واحمد عايز يشوط ورجله بتشوط في الهواء، واو 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 لعيب يا احمد. فطبعا بيشوطها الاول، فالاول بتطلع بره تاني. وهنا ماسك علي الكوره وبيديها لياسر، وما فيش حد قدام ياسر بس الكوره سريعه، بيوقفوا الكوره وعايز يعرضها ويقول لا ده انا اشوطها في الجول، وبتيجي في رجل زياد ولو استنوني استنوني انا هرجع واعمل المرتده واجيب الكوره، وبيفوت من عبد الرحمن. وهنا زياد بيحط رجله في الكوره وبيوقف الكوره في الوقت المناسب وبيشطها، ويا عبد الرحمن واقف بيصدها سادد له هنا المنفذ. فبعد الاول ده علي بيشوط بيلعب وبيشوط هنا وبتطلع تاني الكورة بخصم الملعب، وكل شوية تطلع، وحين حد يلعب التماس وزياد بمهارة بيصد وبيشوط رجله بتجلي، وهنا عبد الرحمن بيترمى رمية غريبة، واو 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 بيعمل كده، الله أكبر علينا الله أكبر، إيه ده؟ طبعا بعد ما عبد الرحمن بيعمل حركة اللي تشربانه، طبعا أحمد بيبص لزياد وكرة مع خالد وبيشوط وجول. لا 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 جول، يعني 1-0 اول هدف في المباراة. خالد يجيبه برجله الشمال، برجله الشمال يشوط وبيشوط برجله الشمال ويجيب جول، وعبد الرحمن معه الكورة، وهنا بيقول لهم يلا يا جماعة كده ما يصحش، وياسر عايز يخش وبيخش من الجنب خايف للتاني يأكشه وبيجري، وهنا الكورة مع زياد وزياد بيشوطها في الحتة اللي ما فيهاش جول، وهنا خالد بيشوط برجله وبتطلع اوت، وهنا زياد بيلعب وبيقول له يلا يا بودي، والكوره جديده شويه على بودي، وبودي بيرجع ورا وراح هناك ناحيه الحارس وبيقول لسه المسافه طويله الملعب كبير هجري كل ده، لا شوطها على طول لزياد وبتجلي من زياد وفرصه بتروح منه اكيد. ياسر مع الكوره وياسر بيطلع وما بيفوتش الفرص وعايز يشوط وانفراد تام، وعبد الرحمن بيطلع، وهنا الجول التاني، الجول التاني هنا زياد ما بيلحقوش وعلي بيشوط وبيقول له او 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 هنا 2-0 يعني 2-0، وزياد بيشوط فين الله اعلم. الكرة بتطلع برا وعبد الرحمن بيلعب، وهنا نبتدا في الشوط الثاني ونتيجه الشوط الاول 2-0. طبعا زياد بيبص لعبد الرحمن وعبد الرحمن بيحاول يرقص خالد، وهنا بيديها لزياد تاني وبيصد كرة وبيحاول يعدي من امير وبيطلع، وكرة لسه ما طلعتش برا وزياد شغال وعايز ياكش امير، وامير بيقفل رجليه وبيطلع الكرة من زياد برا، وزياد هيلعب التماس
وبيشوط التماس هنا شوطه خطا. فطبعا بتجري وبتجي قوي. ايوه كده تمسك الحته دي. الكوره فعلا بتجري وبتجي قوي. طب عبد الرحمن عايز يلعب وبيلعب بسرعه لما الكوره بتسحب من ايده وبيقول يلا يا زياد عايزين نجيب جول حتى. وهنا بيعايز يعدي من امير وامير شادد على المنفذ. وهنا برضه سدد الدنيا على امير وهيديها للجول. لا بيطلع وامير بيزق زياد فعلا زقه. هنا ياسر بيشوط وعبد الرحمن بيصد. خالد هيلعب. يلا يا خالد. وهنا هيشوط والعرض التماس وبيلعب امير والكره هنا جول. 3-0. هنا الفريق الثاني جايب نتيجه 0 والفريق ده جايب النتيجه 3. وكرة هنا بتروح من عبد الرحمن وخالد واقف مستني وبيعدي وامير بيشوط وبتطلع بره. عبد الرحمن ماسك الكوره وبيقول له مش استحيل تدخله فيها جون تاني. والكوره مع زياد. زياد بيديها لاحمد واحمد هنا عايز يرجعها وبيرجعها بالفعل وعبد الرحمن يمسك الكوره ايده رجل. طبعا عبد الرحمن بيشوطها بيشوط الكوره لسه ما شاطها. دلوقتي شاط الكورة وبتيجي وبتطلع بره. هنا علي بيقول يلا يا جماعة شدوا حالكم شوية وياسر ماسك الكورة وبيطلع على طول وبيلف حركة الحلزونة وبيديها لخالد. وخالد بيعدي من أحمد وأحمد مكسر يجري. أحمد واقف يتفرج عليهم وبيصدها عبد الرحمن. أمير بيحط رجله في الكورة وزياد وابراح وزياد واحمد واقفين يتفرجوا والنتيجه تصبح 4-0. يعني الفريق ده جايب 0 والفريق الثاني جايب 4. عبد الرحمن ماسك الكوره وياسر بيحط رجله في الكوره وبيطلعها بره. ويلعب يا سيدي العب. هيلعب عبد الرحمن لمسها وهيلعب هنا وعايز يشوط وبيتردد وعايز يشوط تاني انما هنا ما بترددش وبيخرجها من بره بره وبيدي الكوره لهم. هنا عايز يلعب وهنا بيشوط لعلي وعلي بيظبط رجلي غلط ان انت تطينا كرة ما تقفش يا علي. وخالد عايز يشوط وفعلا بيشوط انما بتيجي في زياد وبتطلع تاني وترجع ورا. وامير واقف مستني الكورة وياسر هنا يعتبر انفراد وبينط ينط ينط وبالشقلب يفط والكورة بتطلع بره. وبقول لهم يا جماعة ظهري وجعني زي ما تجيش جول. انا زعلان ده انا ظهري اتكسر. كانت هتيجي جول. اوبا وهنا وهنا عبد الرحمن زي العاده بيطلع وهنا بيدوس على رجله اهي بيدوس على رجله باينه وعايز فاول انما كابتن ما بيشوفهاش حركه خباثه لئيمه. وعلي وهنا زعلان بيقول انا ما كسرتوش ده انا دوست على ترتيب صوابع. الكوره مع زياد وزياد بيجري ورا الكوره والكوره بتسبقه. وهنا بيلعب امير وامير مع الكوره وزياد بيسيبه ورجع ورا وبيقول له خش انا مستنيك لحد ما تديها لياسر انما انا راجع لك ورا. وامير هنا ساب الكوره لعبد الرحمن وعبد الرحمن اداها لزياد وطلع عبد الرحمن بالكوره وعلي بيشوطها وبيحطه بين رجله ولمسه واحده ياسر بيديها لخالد وخالد بيديها لياسر وتقسيمه جميله سهله مسهله وبيشوطها. الواد ادهم بيشرب بره وقعد يشرب لا حول ولا قوه الا بالله. وهنا علي بيقول يا كابتن احنا وصلنا كده ده احنا غالبينهم بالثلث. قلت له لا ده هما جايبين صفر. هنا ما شاء الله الرحمن مع الكوره وبيخرق الولا بيديله بالرجليه وطلع احمد واحمد طلع وطلع وطلع طلع 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 بيديها لزياد وزياد بيرجعها لاحمد. والفريق ده عامل مهارات جامده قوي جايب لحد دلوقتي 0 وبيشوط وما زالوا متمسكين بالزيرو. كوره مع خالد وخالد ماسك الكوره ولسه ماسك الكوره بيحطها في الارض وبيديها لياسر وياسر مع الكوره وعايز يشوط وبيشوط بالفعل. والكرة دلوقتي مع امير واحمد مش سايبه بياخد الكرة منه وبينجح امير انه بيخرجها التاني. فطبعا دلوقتي بيشد الكرة من الشباك. لا كرة بيطلعها من الشباك والكرة مع خالد وخالد بيدي الكرة لعلي. فعلي طبعا دلوقتي بطيء وبيديها لعبد الرحمن وبيديها لياسر. هنا عبد الرحمن بيشوط شوطة للواحد اللي هناك دوت. خالد دايم على ظهره بتفزلك فزلك الفزليك. وهنا زياد متضايق وخالد مع الكوره وعايز يعدي من عبد الرحمن وبالفعل بيطلعها بره وامير عايز يلحقها وما يلحقهاش.
ويلا يا أمير الأب وبيديها لخالد، وخالد بيطلعها فوق، وكرة بعلي وعبد الرحمن يطلع ينزلها منه وتطلع برا. طبعا بعد ما تطلع بره بتيجي الاول اسمه ادم اسمه علي بيقول يلا يا جماعه احنا كده هنلعب فاول، ومين اللي هيلعب؟ ياسر بيقول له يلا وسيبنا انا وهنا في اخر المباراه، وكان المفروض الكابتن يصفر بس الهجمه الاخيره، وبيقول انا مستني مين ده؟ مين ده؟ ده ما بيلعبش، اطلع بره يلا، اطلع بره يا جزمه. وهنا علي بيديها بالصد، والكره بتوقع عبد الرحمن، وهنا زياد بيطلعها، وبتنتهي المباراه والنتيجه فريق زيرو والتاني 6. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.